بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده يا رب تعجبكم. رفعنا حلقات كتيره على القناه عن محرك الديزل، فكينا المحرك مع بعض، شفنا مكوناته. النهارده هننتقل لمحرك البنزين، نفك كل شيء فيه، نتعرف على كل مكوناته بالتفصيل، وننتقل للجانب العملي بعد الفاصل. ونبدا نفك التايمنج بيلت، الطاره الرئيسيه، وده مانع انزلاق البلت او التايمنج بلت. طبعا مهم جدا، لازم نشيل الشداد ده، ادي المسمار وادي بكرة الشداد، وهنلاقي فيه سبرينج او سوستة هنا اهي، دي وظيفتها ان هي تشد البكرة عشان حركة البلت او السير تبقى سلسة اثناء دوران المحرك. ونبدأ نفك سير التايمينج او سير التقسيم، وهنعمل حلقة مخصوصة عنه، امتى بيتلف، ازاي ان انا لازم اراجع الكتالوج بتاع السيارة اشوف امتى غيره، امتى حافظ على السيارة عشان ما يحصلش فيها اي مشاكل واضطر ان انا اعمل عمرة للمحرك او توضيب كامل بسبب شيء بسيط ثمنه بسيط، الا وهو سير التقسيم. هنا بتبقى راكبة في الدليل ده، وهنا هتظهر لي نقطة مهمة جدا، التسريبات في المحركات وفي الجير بوكس، رفعنا عنها حلقة قبل كده على القناة. من أسباب التسريب خلل في الأويل سيل ده الأمامي الخاص بعمود الكرنك اللي بيتوصل بالجزء الخاص بالطارة وبالبكرات، لأن في أويل سيل في الاتجاه ده وأويل سيل في الاتجاه الآخر جهة الجير بوكس. نبدأ نفك مسمار عصا اختبار الزيت أو التجويف الخاص بيها، وهنا هنلاقي رابر ده مانع تسريب زيت المحرك من تجويف عصا الاختبار. مهم جدا ان احنا نشيك عليه، لان لو في تسريب ممكن يحصل مشاكل، وطبعا واضح ان الجزء ده في مشكلة او في خلل وكان لازم يتغير الرابر ده عشان كده عمل تسريب. هنا دي الثلاث مسامير الأساسية اللي بتربط المضخة، غير المسامير الصغيرة اللي بتربط نص المضخة الأمامي مع النص الخلفي. هنا هتخرج معايا مضخة المية، وهنلاحظ هنا الرواسب عشان بستخدم مية غير معالجة ومية مش مخصصة للراديتير أو دوائر التبريد في المحركات. رواسب طبعا بتعمل مشكلة كبيرة وتعمل على تآكل في أجزاء المحرك الداخلية. أدي النص الأمامي للمضخة وده النص الخلفي، وظيفتها إن هي بتاخد المية تدورها حول الاسطوانات، بتبدأ المية تمشي في دايرة التبريد الخاصة بالمحرك وتحيط بالاسطوانات، ودي طبات المية. وهنلاحظ زي ما شفنا في البداية الطبة دي فيها مشكلة، معنى كده ان كان في تسريب للمية الخاصة بالمحرك، وممكن يكون ده اللي سبب توقف المحرك والسيارة عن العمل. ادي مضخة المية، هنبقى نفكها ونعمل عنها حلقة بالتفصيل ونشوف مكوناتها الداخلية ايه وازاي بتشتغل. قبل ما نفك الجزء العلوي الخاص بالمحرك اللي بيربط على جوان وش السلندر او وجه الراس، لابد نفك الاربع مسامير دول، الاربع مسامير دول اللي بيتثبت فيهم الغطاء الخاص بأعمدة التكهات، ولازم نجيب مفتاح بالشكل ده مجوف عشان نقدر نحل المسامير. بعد كده هفك المسامير الخاصة بأعمدة التكهات أو بأعمدة الكمات، هفك المسامير ديت عشان أشيل أعمدة الكمات، وبعد كده هلاقي المسامير الخاصة
بالجزء العلوي للمحرك اللي بتربط على جوان وش السلندر او وجه الراس. هنبدأ نفكها بعد كده، هيخرج معانا الجزء العلوي للمحرك. هنا دي الهولدر اللي بتمسك على عمود الكمات، هنبدأ نفكها. كده بكل سهولة هنبدأ نشيل القواعد الخاصة بتثبيت أعمدة التكيهات. فهبدأ بالراحة أشيل الأعمدة بالتتابع مع بعض. هنا في سهولة في الشيل، هنا في صعوبة، فهبدأ شوية شوية أخرج أعمدة التكيهات من المكان ده عشان الاسترس أو الإجهاد الواقع عليه عالي. طبعا بعد ما أشيل التكيهات دول، لأن هلاقي صعب شيلهم لأن هم يعتبروا ضغطين ضغط قوي على الأعمدة، هبدأ بالراحة كده أضغط على البكر عشان يخرج معايا عمود الكمات بكل سهولة، ومنساش الساند الخاص بيه. وهنلاحظ إن التجويف ده عشان الأويلينج أو عملية التزييت، يدخل الزيت من هنا ويبدأ يزيت المنطقة دي أو التكاية اللي بيتثبت عليها عمود الكمات. هنلاقي إن هنا في تجويف، التجويف ده عشان الزيت يدور على التكاية او الكرسي الخاص بعمود الكمات. هتشيل معايا بكل سهولة اهو، ونبدأ نشيل عمود الكمات التاني، ويخرج معايا عمود الكمات التاني اهو بكل سهولة. وهنا هنلقي نظرة على شكل الصبابات او البلوف والتحكم فيها. هنا طبعا لازم الزيت يكون واصل لجميع اجزاء المحرك عشان يعمل عملية التزييت ويقلل من درجة الحرارة، وفي نفس الوقت يبقى فيه ليونة في أجزاء المحرك. هنبدأ نفك المسامير بتاعة الجزء العلوي. أدي مسمار 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مسامير. ونبدأ نفك الجزء العلوي الخاص بالمحرك بلقمة 10. لقمة 10 لازم تكون من النوع المشرشر، أما النوع العادي ده مش هيفك معانا عشان التصميم. وده شكل المسمار زي ما قلنا لحضراتكم، شرشر مش مربع زي المسامير العادية. هنا هنلاقي المسمار ده مربع، هنا المسمار مشرشر، لازم عشان العزم بتاع المسمار واقدر ان انا اربطه عن طريق مفتاح العزم. الفك طبعا ما بحتاجش مفتاح العزم في الفك، بحتاج المفتاح بس في الربط.
ادي شكل المسامير. هنلاقي مقاسات مختلفة حسب مكانها في المحرك. هتظهر معانا المسامير بالشكل ده. هنلاحظ ان في مسامير اطول من مسامير التانية، في 4 مسامير او 5 مسامير بالطول ده، وخمس مسامير اقل منهم شوية في الطول، عشان تصميم المحرك وعشان اماكن الربط نفسها المختلفة اللي هنشوفها مع بعض. نبدأ نشيل مع بعض الجزء العلوي للمحرك بكل سهولة، وهيظهر معايا كل شيء بالتفصيل. ادي البلوف، بلوف الهواء ذات الحجم الاكبر، وادي البلوف الصغيرة اللي هي خاصة بالعادم او صبابات العادم، وهنا هنلاقي السبارك بلاكز او شمعات الاحتراق ظاهرة زي ما حضراتكم شايفين. بالفحص هنلاقي ان هنا في بعض الزيوت، ممكن يكون العيب في البي سي في او بلف البخار. بلف البخار موجود في المنطقة دي كده، رفعنا عنه حلقة بالتفصيل قبل كده. يبقى كده واحنا بنفك المحرك فكينا الجزء العلوي للمحرك زي ما حضراتكم شايفين. وهنلاحظ طبعا في جوان وش السلندر ده، جوان وش السلندر لو حبينا نشيله مع بعض او وجه الراس، هنلاقي فيه ترسبات للمية الغير معالجة هنا زي ما حضراتكم شايفين كده. المية الغير معالجة بتؤدي لمشاكل كتيرة جدا في المحرك، وهنلاقي هنا حصل تآكل في الجوان من المية وانسداد. الاملاح اللي موجودة في المية كالت جوان وش السلندر للأسف. ونبدأ نركب البكر عشان ندور عمود الكرنك ونشوف مع بعض ازاي المكابس بتتحرك. ونبدأ نحرك عمود الكرنك ونشوف مع بعض ازاي بتتحرك المكابس. هنلاقي مكبسين اللي في الاول والرابع حسب الترتيب بتاعي، المكبسين في اخر الشوط الخاص بيهم، والمكبسين اللي في النص لهم شوط تاني مختلف تماما. لما بيبقى في مكبسين في اقصى الشوط او في اعلى مستوى لهم، المكبسين التانيين بيبقوا في ادنى الشوط او في اقل مستوى للمكابس. لما بتحدث عملية الاحتراق بتنتقل السرعة من المحرك الى الجير بوكس عن طريق الكلاتش صحن او الدبرياش زي ما حضراتكم شايفين كده. فاذا اهمية المكابس واهمية الضغط جوه المكبس هنعمل عنه حلقة ان شاء الله مخصوص. وبكده في الحلقة التانية يبقى اتعرفنا على بعض الاجزاء المهمة ووظائفها في المحرك، وعشان وقت حضراتكم هنكمل الحلقة الثالثة باذن الله. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.